لما الجيران يرجعوا بأيام زمان لعادات رمضانية افتقدت في أيامنا الحالية، بالسؤال وتفقد أحوال الجار لما تجمعهم سفرة رمضانية وحدة وتتصافى القلوب وتزداد المحبة كمان. صحن ما صحن ومي وتمر بتزداد السفرة رمضانية. هالعادة اللي افتقدناها لأسباب كتير، من أهمها سوء الأحوال المعيشية في غزة، لكن ما زالت بعض الأحياء بتحتفظ بهاي العادات. يومنا الرمضاني رح تكون مشاركة مع الجيران اللي حاولوا دائما يحتفظوا بهاي العادة، فخليكم معنا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، طبعا نحن موجودين بين الجيران اللي اتفقوا انهم يفطروا مع بعضهم في هذا الحي السكني، ومعنا ابو محمد. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير وصحة وسلامة، الله يبارك. يعني احكي لي عن اجواءكم الرمضانية كجيران. والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا اخو وجيران واصحاب، وتربطنا علاقات اجتماعية كبيرة جدا بيننا وبين بعض. بنشكي اسرارنا لبعض، بنشكي همومنا لبعض. الرابط الموجود عندنا نتمنى انه يعني يمتد هذا الرابط، يكون موجود على مستوى الوطن كله. قديش افتقدنا في ايامنا هذه لهيك امور في بعض الاحياء مثلا او بعض الجيران، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع الجار. صحيح، والله هذه المساله كانت يعني مفقوده ومفقوده مفقوده للامانه. احنا يعني والعياذ بالله من كلمه انا، يعني انه انا بقولوا لي الجد يعني كبير الشباب الموجودين، بلشنا نقعد مع بعض نتخرف مع بعض. انا كان عندي شق يعني نجتمع فيه، نشرب شيء، نشرب قهوه، نضحك، ننبسط. فصارت الفه، صار اجتماعات يوميه، فيش امكانيه يوميه. مش بالضروره يكونوا كلهم موجودين، ممكن جزء منهم، نصهم يكونوا موجودين. طيب زمان لو بدنا نرجع لسنين مضت كانوا ابائنا عايشين فيها، طبعا اجدادكم وهيك، كيف كنتوا تشوفوا الناس عايشين مع بعضهم؟ كيف كانت الروابط بين الجيران وبين الاهل وبين الاحبه؟ احنا بنعيش اليوم ظروف صعبه كثير بغزه بتخلي الانسان ملتهي وبعيد. والله انا يعني بدي احكي لك شغله واحده، انا يعني عمري 50 سنه اليوم. انا عشت ابوي، وابوي كان له شق برضه، وبقعد وكل الجيران واصحابه وحبايبه بيجوا بقعدوا، وكنت اسمع من ابوي العلاقة الجار بس تكون يعني جارك القريب احسن من اخوك البعيد، النبي وسع على سابع جار. الكلمات اللي كنت اسمعها من ابوي يعني بضل انه يتربن معي، وينمو كل ما نموت نميت انا ينمن معايا، بضل الحديث هذا موجود في راسي يعني. كانت موجوده، اليوم ما لهاش طعم بصراحة. خلينا نحكي، صار في نوع من بالضبط في فتور بين الأخ وأخ وبين الجار وجاره، هذا حزبي، هذا فتحاوي، هذا حمساوي، هذا جهاد إسلامي. لا إحنا مش موجودة عندنا للأمانة، يعني مش موجودة عندنا، كليتنا بنقعد وبنغلط على بعض برغم إنه يعني كان كل شيء زمان في انتفاضة وكان في موجود هون الاحتلال لسه مش طالع من غزة، ولكن الناس كانت مع بعضها أكثر ليونة. يعني الجار يسأل عن جاره، ممكن ما يكون عنده صحيح. خبز نعم. يوصي زوجته أنه زودي كرمال يعني جارنا، أنه وضعه صعب كثير. نعم. يعني كيف، هل صادفتك موقف من المواقف هذه؟ احنا عشنا الفترة هذه في الانتفاضة القديمة، يعني كان مثلا يتم طوق على معسكر دير البلح، كانوا في عندنا مزارعين يعني في المنطقه، يقولوا تعالوا مثلا خذوا ملفوف، نجيب كاره نعبي الكاره ملفوف، نجري نتلبد بين الشوارع، هان نكسر الطوق ونخش بتعطي. نوزع على الاهل في المعسكر، على في اي منطقه، ما كانوش يفرقوا هذا حماس، هذا فتح، هذا جهاد اسلام، لا هذا ابن وطني، هذا ابن شعبي، هذا جاري، هذا اخوي قريبي، ابن عمي من طرف العيله. لكن في انسان مطوق مش قادر يطلع من اليهود، احنا قدرنا نقتحم بس من ما بنميزش، ما كانش عندنا تمييز زي اليوم. أيوة. اليوم انا بحكي لك التمييز كتلنا جبنا لورا، بطلع يعني الواحد بطلعش لجاره سواء جعان او لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم قليما يا رسول الله، قال من بات جاره جاء وهو يعلم. اليوم لا مش موجوده، اليوم اللهم نفسي. ابو محمد، اتمنى من رب العالمين انه فعلا الناس من خلال مشاهده هاي الحلقه انه ترجع مثل زمان، التكافل والمحبه بين الجيران والاهل، انه نحن يد واحده بالاول وبالاخر.
طبعا انا سعيد جدا بحواري معك. لانتقل للاستاذ هاني، يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. الله يعافيك وكل عام وانت بخير استاذ حسان. يعني سبب وجودك بين جيرانك؟ والله انا تقريبا لي 12 عام ساكن هنا. اللي شفته برا ما شفتوش هنا. من موده، من وصال، من محبه، خاصه في شهر رمضان الكريم بيزيد الموده والوصال. اكيد بيزيد الخير فيه، بيزيد كثير الحمد لله رب العالمين. وطبعا الجيران كلهم ببوا ايد واحده طبعا، ودائما انت شايفه مائده رمضانيه دائما بتصير هنا، والخير بيزيد اكثر. يعني انتم كل فتره بتجتمعوا في رمضان، كيف نظامكم في رمضان كجيران؟ لا رمضان له برنامج خاص حياتنا هنا يعني كجيران وحبايب هنا. يعني ممكن احنا في رمضان كل بعد فتره احيانا ممكن نصلي التراويح هنا، ممكن بعد احيانا نفطر هنا ونصلي التراويح. يعني بتعيش طقوس رمضان مع بعض بالكامل؟ صلاة التراويح، الافطار، كثير يعني كانت في ان تصدف يعني نضلنا لصلاة العشاء، صلوا التراويح ونصها صلتنا للصباح يعني. ممكن تتسحروا كمان مع بعض؟ وبنتسحر وما زلنا بنتسحر، يمكن عملناه في رمضان يمكن تقريبا ثلاث مرات ولا اربع مرات. هو كيف يعني الوضع بس جمال اللحظات هذه، يعني انه اكيد بتخلي ذكرى في ذاكرتك. اهم هاي المواقف اللي انت بتعيشها، يعني شو ممكن تقول عنها؟ والله يعني الشباب مش عارف، انا عندهم وصف مش طبيعي من محبه ومصار. يعني ابو محمد هو اللي قوى ترابط بيننا هذا. جميل. يعني انا ما شفتوش برا هنا، يعني جيت هنا ما شفتش الكلام هذا. يعني هياتنا احنا كجيران صرت انا اسال على جاري، جاري يسال علي، لدرجه ان انا بديت كمان يعني اشتري حاجه لاوزعها على الجيران المحتاج طبعا. اكيد. ابو بهاء، يعني رمضان شو بيعني لك رمضان مع لمه الجيران؟ والله رمضان ايام فضيله ومعروف انه شهر الصوم وشهر المغفره وعتق من النار، وفي طقوس خاصه برمضان. هذه الشيء حسيت انا باجواء رمضان بالفعل في المنطقه هذه، لما سكنت المنطقه هذه. لان انا بحكم انه طول عمري ساكن برا. يعني كنت حضرتك عايش برا؟ نعم، كنت في الغربه يمكن 36 سنه قاعد. ما شاء الله. صار لي في قطاع غزه بس حوالي اربع سنوات. بس لك اربع سنين هون. فسكنت انا في المنطقه هذه اول ما سكنت طبعا. فبصراحه لقيت نعمه جيران. من اخوه، من محبه، يعني حسيت ايش معنى رمضان. يعني خاصه اللي بيكون عايش مدى سنوات طويله وعمر خارج البلد ويرجع مره ثانيه بيكون في نوع من الاصطدام. نعم. يعني شو، فكيف كان انت وضعك اول ما جيت هون من الناحيه النفسيه مثلا، والتقيت بالجيران كانوا خير الجيران معك، قديش دعموا بصمودك هون؟ بصراحه يعني اول ما جيت انا يعني كنت زي اللي خايف يطلع من باب الدار. لانه خلص جو جديد علي، انا مولود برا يعني طول عمري برا، حياتي كلها برا. جيت انا صار اربع سنوات فاختلطت مع الجماعه الشباب اصحابنا هنا. فبصراحه يعني عرفت ايش معنى جار، عرفت ايش معنى عيش انك انت تلاقي انسان تحبه يحبك جنبك وجنبه. يعني خصوصا لما يكون ابن بلدك بيختلف. صحيح. يعني على مستوى بقول لك يعني زي ما تفضلت قبل شوي على ابن بلدي نفسه، لما اكون انا متجاور انا وياه يخاف علي واخاف عليه، يسال عني واسال عنه، نضحك انا وياه. يعني صحيح. حتى قلت لك يا بالنسبه لاجواء رمضان بالذات، طبعا برا ما بنعرفش حاجه اسمها رمضان. اللهم ايش طول اليوم صيام، الافطار، تسحرنا، نمنا، صلينا، خلصنا. هون اختلفت. هنا اختلفت الامور بتاتا عندي. يعني في عندك اطلاع زيارات، عندك السؤال، عندك الفطره الجماعيه، عندك الفطر الجماعي، يعني بحيث ان احنا حسينا ايش معنى اخوه وايش معنى محبه في الحاره هذه. جميل جدا. طبعا ابو احمد لو حدثنا اكثر، لما يكون في لمة جيران وطبعا تتفقوا يوم انه تفطروا مع بعض خارج البيت، الاكلات اللي انت بتفضل انك تكون حاضره على هاي السفره وتجهزها لجيرانك شو هي؟ اول حاجه انا واحد من الناس بحب الاكل. ويمكن الجيران كمان بلاحظوا الشيء هذا. الاكل يعني عامه كل حاجه سبحان الله، الصايم زي ما بيقولوها عينه فارغه، لكن في الاول وفي الاخر هي لقمتين بتضحك فيهم على البطن وبتعبي بطن الواحد وبكر والحمد لله. لكن من اكثر الاكلات الموجوده او من اكثر الاكلات اللي بنحبها موجوده هي الرز الاصفر، القدره، المفتول. هاي اكلات كمان رمضانيه يعني الكل بياكل. الاكلات الرمضانيه بتختص مثلا بالكبه الفلسطينيه، سلطات، الفتوش،
التبولة. تتعاونوا مع بعض، كل حدا بيجيب من البيت صحن معين؟ احنا في عنا الأخ أبو يوسف اللي هو عماد أبو نحل جارنا وحبيبنا، هو مؤذن الجامع، فمن أول ما بنشوفه نازل على الجامع احنا بنكون متجمعين وعاملين حسابنا أن الفطور هيكون قاعد. فإحنا هاي رايح على المسجد، فالأول ما بنشوف أنه هو رايح على طريق المسجد على أساس يؤذن المغرب، كل واحد فينا بيطلع على داره بحضر صينية الأكل وبينزل فيها وبنتجمع مع بعضنا، بنكون احنا متفقين طبعا مع لمتنا كليتها. تمام. طبعا هلا بما انه المؤذن نزل، نعم، لحتى يعني نستعد لاذان المغرب، فنحن رح نترككم لتجهزوا فطوركم الرمضاني والسفره الرمضانيه، فانا راح اتوجه لام محمد لاجهز معاها السفره الرمضانيه. فمشاهدينا الكرام، تمروا مايك ورو معنا. مشاهدينا الكرام، سنة متواجدين بالمطبخ مع أم محمد. كل عام وأنت بألف خير. أنت بخير حبيبتي. أنا وأنت رح نحضر السلطة مع بعض، لأنه يعني مش باقي معنا وقت كتير. توكل على الله. طبعا أبو محمد لزوجك عازم الجيران، أو أنه الجيران كلهم مع بعضهم بيكونوا دائما في مكان واحد لا يفطروا. احكي لي عن الاجواء هذه اللي هم عايشينها، كيف علاقه الجيران مع بعضهم؟ اكيد اكيد حلوه، يعني بالذات في رمضان، يعني مش كل يوم كل يوم يعني بيعملوا الفطور، يعني احيانا بفطروا في دارهم واحيانا كل واحد بيعمل صينيته، بيجوا بيفرشوا برا على باب الدار وبيلتموا، يعني الرجال لحال بفطروا واحنا نسوى كل وحده واولادها في الدار. يعني من الموجود في البيت عندهم من الحاضر؟ اكيد طبيعي، من الحاضر اي حاجه، يعني كل واحد ايش عامل فطره في داره بياخذ صينيه وبيفطروا مع بعض. طب ام محمد، انا وانت رح نكفي تحضير السلطه ومنحضرها لننقلها لبرا. تمام يلا تفضلي. للعلا وشعار، نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار، نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير حولنا. مشاهدينا الكرام، أصبحنا مجموعين على سفرة رمضانية حوالينا الجيران اللي اتفقوا إنهم يفطروا مع بعضهم. طبعا نحن دائما وابدا في الثواني الاخيره قبل اذان المغرب بندعي دعوه لرب العالمين في هاي الساعات الفضيله، فشو حابب تدعي؟ الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله رمضان الجاي يكون افضل، يعني واسرانا كلهم طالعين ان شاء الله. ثواني على اذان المغرب، فنستمع جميعا لاذان المغرب. الله اكبر الله على سفرة الإفطار بتبدد كل معاني القسوة والجحود اللي بتفرضها علينا ظروف حياتنا القاسية، بتوضد العلاقات ما بين الجيران وبتفتح باب للتعارف والمحبة بيناتهم. تمر مي تكفي كل حي. لابد من حب